لطيف. يلا نشوف مقادير الحلو اللي معنا اليوم، اللي هو حلا الغريبة والفستق بغزل البنات. بنحتاج على الوصفة 2 كوب غريبة مطحونة، كوب فستق حلبي مطحون، معلقة كبيرة مزهر، ربع معلقة صغيرة هيل مطحون، 3 معالق كبار حليب مكثف محلى أو قشطة، 3 معالق كبار قطر ملون طعام باللون الأخضر. صح. أما للتقديم فمنقدمها مع غزل البنات والورد المحمدي. يس. هاي هي المقادير اللي معانا لليوم للحلو. زي ما قالت الشيف علا، بتقدروا تستخدموها بالغريبة اللي ممكن تكون متوفرة عندكم، تعملوها إذا كنتوا حابين تغيروا بشكلها، حابين أنكم تعملوا لها ريسايكلينج. يس. فهاي الطريقة المثلى، وهي زي ما قلتنا الشيف علا والله أعلم إنه سيجنتشر للشيف علا، يعني ما حدا عمل هاي الطريقة من قبل. يلا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، رح نروح نجيب غريبة. هلأ الغريبة إحنا في يوم جديد من الصفر عملناها، برضو كمان بتقدر تلاقيها من خلال تطبيق التلفزيون الأردني على اليوتيوب، موجود قناة خاصة وكل المواد موجودة، وحتى في تطبيق على الأندرويد، تكتب اسم الوصفة وبطلع لك فورا اللي بدك إياه بدون أحاديث جانبية إلي أو للاتصالات. هلأ رح نروح نجيب غريبة. بدنا شوية هيل مطحون، بدنا كمان شوية أشياء. تعالوا معي شوف. يلا بسم الله هنجيب الغريبة. تعمليها بالبيت أو جاهزة؟ كله بيزبط، بس إيش بوجع القلب، قال عملتها وخبزتها وقطعتها وبالآخر شو صار؟ يلا بسم الله. طبعا الهيل بتحطيه مع الخلطة هون أو بتحطيه مع خلطة الغريبة. بسم الله. هاي الوصفة، الوصفة عبارة عن شو؟ عن فكرة ترجميها هيك بعقلك بطريقة شو؟ بطريقة ذكية. هاي هون تقريبا غريبة، لحتنا الغريبة والفستق الحلبي احنا وطحناهم. ما بدك غريبة حطي غششك، حطي بسكوت. ماشي؟ وعلى البسكوت رح ننزل شو؟ هيل. ما كله بيعطي نفس الطعم. صح. ممكن نزود شوية تكة زبدة كرمال تعطيني نكهة الغريبة. يا ستي بلاش نغلبك، روحي جيبي صفة غريبة جاهز من السوق بليرة مصاري زي ما بقولوها الحجات، وطحنيها واطلعي بطبق 5 نجوم. يلا حطينا فستق حلبي والغريبة طحناها ورشة الهيل. هلا رح انزل حليب مكثف محلى، اذا ما بدك الحلاوة تبعته نزلي قشطة. هاي اول بديل. حاطين اشي بالحليب المكثف المحلى؟ هو فستق حلبي. اوكي. شوية قطر. هلا انا ما رح اعطيكي، اعطيتك مقادير ولكن الصح شوفي بعينك، يعني لما يصير معاي عجينة زي ما اتفقنا عشان لون الفستق يصير حلو رح ننزل عليه ملون طعام أخضر. معلقة كبيرة من ماء الزهر، ممكن تحطي مستكة كمان بروح. اتفقنا؟ خلصت الوصفة. هندعكهم مع بعض بهالشكل لما يصير في عندي عجينة. معك يا أمر، يلا ما أعطيناهمش حالهم. أم محمد عم بتقول إيش اسم المنتج الأردني، أكيد إذا بتتابعوا يمكن ولا بتخبركم. بدلكم بدلكم أكيد. أم محمد شريدة، صباح الفل. سميرة مقداد، حمادة نيروخ، ألف مبروك لبنتك. أم خالد كتوف، أنا عم بحاول أقرأ أشوف بس إذا في أي أسئلة، لأنه بحب أنه نستفيد إحنا وأنتوا تستفيدوا. أم محمود رحال، أم تامر المجالي، تسلمي يا أم تامر، شكرا لكم جميعا. كمان ورد البراري، يسعد صباحك. انفراس ياسين، خلصت الوصفة. خلصت؟ شو هالسرعة؟ يلا يعني معنا اتصال. عم ناخد قاعدين أحلى إشي بأرخص الأسعار وبأوفر وقت. عواطف يونس كمان. أم نبال، صباح الخير. ابتسام الكيلاني، زوزة قندلفت،
لو سمحتي بتقول زوزة بدها عمل اليانسونية. معنا اتصال. يلا ألو. معنا اتصال. ألو. يسعد صباحك. أهلا صباح الفل. يعطيكي العافية. الله يعافيكي. مين معنا؟ أريان من السودان الجنوبية. أهلا وسهلا، كيفك يا أريان؟ من وين؟ والله الحمد لله. من السعودية؟ الله. من الشونة. من الشونة، يعني أهلا جميل. وسهلا فيكي وبأهل الشونة. أهلا فيك حبيبتي، الله يسعدك. قولي يا أريان. ممكن أحكي مع الشيف ولا لو سمحت؟ هيها عم تسمعك. ألو. يسعد صباحك يا قمر. الله يسعد هالصوت، ما في أمر من بعدك. يسعدك حبيبتي. قولي. عن جد أكلاتي كتير كتير بسهو، يعني أنا بصحى من الصبح بس علشان أحضر الحلقة تاعتي. حبيبتي الله يسعدك طول عمرك يا رب. إن شاء الله جربتوا إشي من وصفاتنا؟ والله كتير جربنا أشياء، بالأخص الحلويات. يا سلام، أنا هيني بدي أعمل لكم عصير حلويات وما ليش دخل بالرجيم، اتفقنا؟ يوم أديكي. حبيبتي أهلا وسهلا يا أمي. تعطي لي رقمك لو سمحتي. يلا خليكي تحت الهواء. يلا. أهلا وسهلا. يلا. شكرا لإلك. أي إشي بدي أخذ الفورمة تبعه من القالب، حتى لو ما عندي قالب الماربل كيكسر، أي إشي معدن، بايركس، بس بدي أخذ شكله، بس أنا ما بعرف كيف حيقلب معاي. هذا السر. شفتوا نايلون تغليف الأكل؟ هذا بلبسه للقالب، للبايركس، للصينية، بغش، برفع القالب وقلبته غصب عنه. حلو الكلام؟ حلو. بكل سهولة. طلعي. والله هالغريبة صارت قالب كيك. شخصت. لابسة فستان العيد بدري. شوف ما أحلاها. وبكل بساطة رح نروح نجيب غزل البنات. غزل البنات موجود عند أي عطار. حبيتي حبيتي ما حبيتي، حطي قشطة، حطي يا ستي مهلبية، حطي قشطة بلدية. يا سلام القشطة البلدية. الله. طلع بشكل عشوائي. حط غزل البنات وبنطلع الطبق ست نجوم، باخده عند حماتي. ويا سلام. احلى شيء حماتي. ضبطكم انا اليوم. يلا يا قمر معك اي مشاركه. ممكن عن جد بهالطبق الواحد يبيض وجهه، يعني ما حدا حيعرف اصلا. انا معروف عني وين ما اروح بحمل معي اشياء زاكيه. كيف لما بتعزميني رح اجيب لك شيء. يا ميت اهلا وسهلا، بقول لك بالحامل والمحمول. ايه والله بنت عمي. امي محمد شاهين من فلسطين صباح الفل. نمر حراني من اربد اهلا وسهلا. نجاح الدقامسه، احلام عطله، ام اشرف المومني، وصال ابو الرب، طقم هدات، احمد ابو هنيه، ام محمود، ام راشد، كمان في اسماء مش عم بحاول مش عم بعرف اقرا. في اسم تركي على فكره. ادرم يعني بالتركي مش عارفه اقراه. صباح الخير ام احمد الصرفندي. هيك فتنا على خط التركي، ما هم مش انا. شفتي صاروا عم بيتابعونا من تركيا والأتراك. أكيد يا أم أحمد نصبح على زوجك وولادك. يا ميت أهلا وسهلا فيكي. كمان سكينة الربيع صباح الخير. ميثاق مقدادي تحياتنا. بسمة القطامين صباح الفل. أمال سويس نفاع من السلط تحياتنا، أهلا وسهلا. المي بتكذب مين؟ الغطاس. الغطاس. يلا. هاي هلأ عم بتشوفوا هدول اللي عملتيهم معنا على الهواء. صح. قديش قعدوا بالفرن تقريبا؟ ويه هاي سخنة زاكي بتشهي. هلأ مع معلقة سلطة يا أليكس. ما هو أنا هيني صرت معك. خليكم خليكم. شوفوا معاي. دير بالك إيدك. شوفوا يا سلام. أوه. شايفين البقدونس يا جماعة خمس نجوم مع الجبنة الكرافت واللحمة. جد هو بصراحة إشي بشهي للحبايب. حنحطها كمان على طبقنا هلأ بس نقدم الحلو. يلا. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا. هلأ جيب هلأ شوف. طيب خلينا نشوف كمان مين معنا. أم محمد التميمي بتقول إذا أمكن شك في الفستق الحلبي محمص ولا لا؟ لا 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 ما منحمصه. طيب غششكم شغلة، في محلات الحلويات وببعض فصول الطهي اللي كنا نعطيها الدورات ما كنا نحط صبغة وملون طعام. سر كمان عشان نلعب بلون الفستق، بتجيبي مي مغلية
وتخلي درجة حرارتها تنزل، يعني تكون شوي حرة مش فاترة، وبتنقعي فيها الفستق الحلبي شوي، بعدين بترجع بتخليه يقلب قلبي قلبتين على الغاز، بصير لونه أخضر أخضر، حتلاقي القشر اللي برا فات وبضل النواة وبصير لونه أخضر كتير. أوكي شفت الأسرار، أسرار الطبخة. أم خالد الزعبي صباح الفل. شكرا لك أم خالد. أم محمد الحياري تسلم يا رب، أهلا وسهلا. منى كمان صباح الخير. فيصل عمرات صباح الفل. يلا حنقول صباح الخير لرعايات يوم جديد، يلا صباحهم عسل إن شاء الله. صباح دايما الزاكية، صباح الكسي، رحمة الشطي كمان صباح الخير، ومسائر أبو لينين صباح الخير. دائما إحنا بنقول دائما مع الشركاء الشراكة دائما بتقوي، صح؟ يعني زي ما بقولوا تيم ورك، فالشركات هاي بتقوينا، فإحنا شكرا لكل شركائنا. الشكل النهائي لهالوصفة الغريبة والجميلة واللي ممكن كل الستات أكيد يستفيدوا منها ويقدموها لكل ضيوفهم ويبيضوا وجههم أكيد. بدي أودعكم على أمل أكيد اللقاء فيكم بحلقة جديدة بتجمعنا من يوم جديد. أقولكم بقية يوم ولا أحلى بجمال قلوبكم أكيد وبحلاوة أرواحكم. إلى اللقاء أكيد، وده أقول للشيف عودة يعطيك ألف عافية. حبيبة قلبي عافي عمرك وقلبك، رح نوديها وبعدين رح ننقل باقي الفطاير، ويعطيك ألف عافية يا أمر. سليلي دايما بنفس الناس الطيبة وبكلامهم وتشجيعهم دائما بطلع معنا الأفضل، فضلوا جمنا عشان إحنا نضل مكملين الطريق. بدي أودعكم على أمل اللقاء فيكم غدا إن شاء الله تعالى، وغدا بديش أحكي لكم. صباحكم عسل من جديد، إن شاء الله تكون هالوصفات من قيمتكم. نتمنى أن نكون ما عم نقصر معاكم. ديروا بالكم على حالكم، نشوفكم غدا، باي باي.